لا حاجه حزينه ان احنا في الاخر بنتكلم على منتخبنا الوطني وما نستحقش ده. ده كان طبعا يعني لا المنتخب يستحق ده ولا جماهير كره القدم وعشاق المنتخب المصري اللي بيتابعوه واللي كانوا مستنيين كتير من مدربه ومن لعيبته. طب تعالوا لو فرقنا يعني ما بين الاثنين، تعالى نحيد شويه المدرب. انا عارف طبعا ان دي حاجه ممكن تبقى بعيده شويه، بس ممكن نكون وصلنا للدرجات دي ليه اللعيبه مش بتنتفض؟ ما هو دايما في عمليه الاختيار اللعيب بيبقى فكره باستمرار مع دماغ المدرب، المدرب ده بيفكر ازاي والفكر اللي جواه. زي موسيماني برضو، الفكر اللي جوه موسيماني في ماتش الزمالك بتاع 5-3 ده، الفكر اللي جوه دماغ المدرب اللعيب بيقراه من قبل الماتش في المحاضره وقبل المحاضره. فانا كلعيبه يعني هل في خلاف على اللعيبه؟ يعني مثلا زيزو، محمد صلاح، حجازي، الشناوي، حمدي، السوليه، مجموعه عاليه جدا فنيا. صحيح. لما تحس في مدرب بيجي يعني مكتفهم. يخليك متكتف ويخليك متنكد، يعني بينكد عليك يعني مش مديك الحريه. هو منكد على الشعب كله، مش هنكد على 11 لعيب. احنا شفنا وقلت مع الكلام ده مع نوان ما كنتش انت موجود، احنا بنلاقي ديانج في ماتش الزمالك الجولين اللي جابهم كان فين؟ كان بيلعب على جوه 18. الجول الاولاني والجول الرابع. طيب والسوليه لما عمل الكوره الشهيره ديت للشريف كان فين؟ كان جوه. هما الاثنين بيلعبوا فين؟ بيلعبوا ديفندرات. فده فكر مدرب بيخلي اللعيب هو بيأدي بيطلع كل الابداع اللي عنده. وايه اللي خلى العمري يعملها بالطريقه دي؟ الا اذا كان مبسوط ونازل عارف واجباته ايه. انما انا ابقى نازل مش عارف واجباتي ايه، حتى في المحاضره انا مش عارف هعمل ايه. ما ده بيأثر على اللعيبه بشكل سلبي جدا، حتى كتاريخ بقى والسي في بتاع كل لاعب. يعني شفنا عبد الله السعيد وشفنا يعني كذا لاعب اخر وشفنا زيزو، يعني في ناس بجد لعيبه لها ثقل بتقال عليها كلام او تعليقات مش حلوه، وده يمكن برضو مش هقدر اقول ان اللاعب نفسه هو اللي لازم يشيل الحمل. ما اللعيبه برضو مش بتلعب، مش هقول بطاقتها، مش بتلعب مرتاحه، يعني في برضو ظلم. انت عارفه بيبقى من البدايه في عمليه الاختيار، السوليه كمان يمكن، يعني السوليه مش هو السوليه بتاع بالظبط كده، فده ظلم. فعبد الله السعيد امبارح ما بيعملش غير ان هو بيروح على الطرف الشمال والكره لما تجيله يروح موقفها ولعبها للوينج لمحمد صلاح. اتعرفت امبارح احنا بنلعب مع تيم ملوش مدرب، المدرب عنده كورونا وما جاش الماتش، المساعد بتاعه اللي كان واقف بره، ومع ذلك اللعيبه الشوط الثاني ابتدوا ياخدوا ثقه علينا نتيجه ان لقوا ان التيم المصري ما يعني ما فيش خطوره. ابتدوا ياخدوا ثقه، ابتدوا يمسكوا كوره، ابتدوا يعملوا شكلوا خطوره. في كره في الاخر خالص الراجل راح شايطها والشناوي مسكها، كره ثانيه الشناوي خد اكتر من كوره، وتيم متواضع جدا والله. يعني انا بشبهه لو احنا بنلاعب اي تيم في الدوري المصري متهيألي هيبقى اقوى من التيم اللي احنا شفناه امبارح 100%. ومع ذلك اللعيبه مش حاسه انه في انسجام، لان ما حدش عارف دوره ايه في الملعب. انا دوري كمدير فني ان انا اقول يا محمد صلاح انت هتلعب في المكان الفلاني، طريقتك في ليفربول احنا علشان يعني اخليها ماشيه بالشكل اللي انت تتمناه وتجيب لي منها اهداف، انا هلعب جنبك فلان علشان يعمل لك الشكل الفلاني. انما دايما تبص تلاقي محمد صلاح بيلعب مره اكرم، مره محمد ما اسمه محمد عبد المنعم، ومره امبارح عمر كمال عبد الواحد. عمليه التغيير دي محمد صلاح يبقى معذور، لانه المفروض الجبهه دي يبقى فيه نوع من التفاهم بينها، وكيميا ما بينهم، مفيش التفاهم ده. الناحيه الثانيه نفس القصه، كل شويه العمليه بتتغير، مره فتوح، مره اشرف، ايمن اشرف، وبرده في نص الملعب اللعيبه تحس انها كمان منفعله جدا. يعني امبارح النني تحس انه عصبي قوي، عصبي ليه؟ اي فاول صغير تبص تلاقيه بيروح مشوح. برضه الجانب العصبيه الى جانب اللعيبه حاسه انها مخنوقه.